كنت وعدتكم فعلا ب فلاشه فيها او اسطوانه فيها احكام ولا فعلا تم ايداعها هنا في لنا في النادي تمام، وهي متواجده حاليا بالنادي فيها جميع احكام النقط من 1992 حتى تاريخه، وجميع النشرات التشريعيه حتى مايو 23، والمستحدث من محكمه النقط حتى مايو 23، بالاضافه الى بعض القوانين والتعديلات الاخيره، وفيها بعض الشرح في موسوعه الاحوال الشخصيه لحد طلبه مني المره اللي فاتت عايزين شرح في الاحوال الشخصيه في موسوعه كامله، وفي شرح في قانون تفسير قانون التامينات والمعاشات قانون التامين والمعاشات الاخير، وبعض تفسير بعض القوانين وبعض وجميع احكام الهيئات العامه حتى حكم الاخير الهيئه العامه اللي صدر محكمه النقض بتاريخ 31 مايو 23. ده موجوده الفلاش الاسطوانه دي موجوده وممكن انتوا تطلبوا منها، وهي غالبا بيقولوا نزلت على الموقع. طبعا انا اتكلمت معاكم المره اللي فاتت يعني ايه اجراءات رفع دعوه، يعني ايه اشتمال، ازاي تشتمل رفع الدعوه على ايه، ايه اللي لازم اراعيه في رفع الدعوه من الصفه مصلحه الاختصاص المكان الاشتمال الصحيفه على ما تشتمل عليه والاعلان الذي سوف يوضع بالمحضرين والغرامه الاجرائيه التي تتوقع في حال عدم اتباع تلك الاجراءات الشكليه. واتكلمنا عن صيغه الدعوه وطرق رفعها وكيفيه اجراءات رفع الدعوه مع مراعاه الشكل من حيث الصفه والمصلحه والاختصاصات بكافه انواعها، وعرفنا يعني ايه زي بدايه رفع الدعوه، يعني ايه الشكل، ابتدي ازاي ارفع الدعوه. طيب في حاجات اهم من رفع الدعوه، وهي الحضور، والحضور من حيث الحضور والتغيب وكيفيه التدخل والادخال لخصوم اخرى، وفي حاله عدم الحضور وتصرف المحكمه في ذلك. وفي كلمه انا معالي الاستاذ قالها دلوقتي تحترم، لازم قبل وانت بتحضر قدام الدايره لازم تعرف اتجاه الدايره دي ايه، ودي حاجه بقت متبعه خالص عندنا هنا. دايما في بعض اتجاه الدوائر متشدد، اتجاه دايره لين، زي ما في بعض اتجاه الدوائر في محكمه النقض محكمه العليا في اتجاه في بعض الاحكام النقض اتجاه معين، وفي اختلاف في بعض محكمه النقض وبناء عليه عشان كده بيطلع احكام هيئه عامه بتوحد جميع المبادئ اللي صادره من جميع محكمه النقض وما يصدر منها اختلافات. انت بتحضر قدام دايره جنح لازم تعرف اتجاه القاضي ايه اللي قدامك، هل القاضي ده بيحب المستندات، يحب تديله مستندات كتير، هل هو بيحب مقله ودله، هل هو القاضي ده عايز يعمل انجاز قضايا اكتر وده نتيجه ضغط العمل. لازم تبقى عارف زي ما انت واقف استاذ فاضل ووكيل عن موكلك وعارف انت عايز ايه، لازم تبقى عارف اللي قدامك بيفكر ازاي وعايز ايه عشان انت هترتاح وهو هيرتاح. تمام، دي اول حاجه لازم تعرفها. الحضور طبعا له شروط وله كيفيه معينه حددها القانون من حيث الخصوم، ولازم نراعي اختلاف المحاكم باختلاف درجاتها، سواء محكمة أسرة ولا جنائي، سواء جنح أو جنايات أو محاكم متنوعة سواء اقتصادي أو غيرها من المحاكم المتخصصة. طبعا كل قانون بيختلف عن الآخر، وكل قانون حدد إجراءات شكلية وموضوعية في رفع الدعوة وفي طرق الحضور وفي طرق مخاصمة تلك الخصوم. طيب اول حاجه لازم تبقى بتيجي تحضر تبقى انت عارف ازاي في الحضور، ازاي هحضر، ازاي
لازم تبقى عندك ثقة كافية اللي انت بقى واقف واثق في نفسك، مفيش حاجة تهزك. حتى لو حسيت القاضي اللي قدامك بيشد او عايز اجل كذا او عايز اجل بسرعة، انت علمك بالقانون هو اللي هيخليك قوي في حضورك وفي تواجدك وتلقي احترامك من كافة الاطراف. يبقى علمك بالقانون هو الاساس، ولازم تزويدك بالعلم هو ده اللي هيخليك واقف راسخا على ارض صلبه. والمعرفة القانون حاجه، والناحيه العمليه من ناحيه الممارسه والاحتكاك والتعامل دي بتكتسب خبره تانية. ما تخرج قعدتوا 4 سنين في الكليه اتعلمت وخدت جميع القوانين وتخرجت وخدت، بس كاستفاده ما استفدتش، وده عيب هنا في الشعب المصري. هنا بيذاكر عشان ينجح، مش بيذاكر عشان تمام ياخد كعلم. مش كله بس بيعتبر العدد لا يذكر. اتكلم كالغالبيه، انت بتذاكر عشان تنجح. ودايما دي اللي كنت بقولها في محاضراتي في اي كليه ما بحاضر فيها، اتعامل مع الماده دي مش كانها ماده امتحان، لا اتعاملها كانها علم، كانك انت ما دي حياتك. قانون مدني، قانون تجاري، قانون جنائي، ما دي حياتك، دي حياتك. تتعامل مع البشر، تعاملك في كافه مع جميع الاشخاص، تعاملك مع جميع الجرهات. انت دلوقتي نازل طالع هتلاقي اللي خلاف مع مستاجر، مع مؤجر، جارك خلاف مع جارك، خلاف مع في محل اتقفلت شمع، مع الشرطه اللي جيت مسكت واحد وديته، طب ازاي ايه الاجراءات اللي خدته. لازم دي علمك، ده علم، مش بغض النظر ده كماده امتحان، ده علم اتعلمها كانها قراءه لك، علم خدها كقرايه. وكل ما تضيف لنفسك اكتر واكتر، كل ما هتزود نفسك اكتر واكتر، وهتبقى لك وتكون ذات قامه وقامه كبيره. ولو قرستوا على نفسكم الاول، دي قاعده اتعلموها دايما، وانت طول ما انت شاب ولسه في بدايه حياتك، لو قرست على نفسك في التعلم تاكد هتطلع قامه كبيره. ما قرستش على نفسك هتطلع مهزز. ودي مش في مهنة المحاماه بس، في اي مهنه، اي مهنه، طبيب، مهندس، قاضي، محامي، كفه التخصصات كلها. لو انت في بدايه حياتك اتعلمت وقرست على نفسك هتطلع ذات قوه، هتطلع قامه كبيره، هتبقى واثق من نفسك، مش فارقه معاك اي حاجه خلاص. ودي دايما كنا بنقولها للمعاونين الجدد اللي بيتعينوا، واكيد منكم حد مقدم في النيابه وربنا يوفقه، او اخواته او زمايله او قرايبه، اقرص على نفسك، موت نفسك في الشغل، اتعلم كل حاجه. اللي مش عايز تتعلم اتعلمه، كل ده هيفيدك في المستقبل. هتقول كلمه القاضي ولا اللي علمني في صغري ده له جميل عني، طول حياتك مش هتعرف غير قدام. وكلنا مرينا بهذه المراحل، سواء انا ولا انا معاون نيابه جدا، ولو انا لسه ملازم شرطه لسه متخرج، بجينا اتبهدلت في اول حياتي. كنت طبعا اي شاب يبقى متضايق، كل يوم ضغط عليك، ضغط. الواحد ما عرفش المعنى دي غير ما ابتدى يكبر، وابتدى يتدرج في الوظيفه، وابتدى يقعد على المنصه، عرف يعني ايه فعلا. بقول للناس اللي علموني ضغطوا عليا فين دول، اللي انا كنت مضايق منهم، دول تاج فوق راسي. فدايما حاول تضغط على نفسك باي شكل، حاول تموت نفسك، حاول تعرف كل ايه الجديد، حاول تخش يوميا على الوقائع الرسميه من الموقع، وتقدر تخش على موقع محكمه النقض. موقع محكمه النقض حاليا بقى مفتوح خلاص للكفه. ها؟ لا، احنا كلمنا كاوضات استئناف، كلمنا وفتحوه تاني للكفه. ده الكلام ده كان من 15/5 اللي فات، تمام؟ بعد حكام هيئه العمل اللي نزلت اخيرا. خلاص؟ فانت بقى المجال دلوقتي بقى متاح لك، مش زي زمان. احنا كنا زمان عشان نجيب كتاب ولا بتاع ننزل نلف
ونوصي ده ونوصي ده ونكلم ده ونكلم ده، وتلاقي في مندوب في كل سواء نقابه المحامين او في نادي القضاء او بيلف على النيابات او بيلف على المحاكم، تلاقي بيقول لك تشتري كتاب فيه كتب معايا كذا وكذا وكذا. كان زمان الموال ده، دلوقتي ده اندثرت، كل حاجه بقت بالفلاشات والنت والكمبيوتر ووسائل التواصل، بقت الموضوع بقى سهل، بقى سهل اخش احمل اي حاجه واجمع داتا واجمع قوانين واجمع تشريعات واجمع احكام، بقى الموضوع بقى سهل بس زي الاول. فلو انت اديت لنفسك الفرصه دي وتعلمت وحاولت تحلي نفسك اللي تطلع على كفة القانون من تعديلاته وتشريعاته وأحكامه الجديدة، ده هيضيف لك كتير. طيب نخش بقى في الموضوع النهاردة. احنا بنتكلم في حضور الخصوم وتغيبهم من أول مادة 73 حتى المادة 82 85 87. طيب كل حضور عن موكل لازم يكون بوكالة، ووكالة تبيح الحضور، أو لو في اقرار او زي دعاوي صحه التوقيع تبيح الاقرار، او دعاوي صحه ونفاذ في الحق محضر صلح تبيح الاقرار والصلح. تمام، طبعا هتقولوا لي دلوقتي يعني ايه الحق محضر صلح؟ دي في دعاوي صحه ونفاذ المعتاد، دعاوي صحه ونفاذ بتترفع قبل كده كان حد عايز يسجل عربيته وعايز يتهرب من رسوم التسجيل المقرره بشهر العقاري بعد زيادتها، او صحه ونفاذ على العقار مختلف انواعه، او اي عين تداعي، فبنلجأ للصحه ونفاذ عشان يقوم مقام التسجيل، ويكون الصحه ونفاذ يكون لها حجيه كافيه لحفظ الحقوق او حفظ حقوق البائع والمشتري. طبعا بعض المحاكم في دعوى صحه ونفاذ لازم اول حاجه لازم تكون دعوه صحه ونفاذ تكون مشهوره بس فيها سجل عيني، صح؟ او لو هي شهر عقاري يبقى شهر عقاري، يبقى تكون في شهر الصحيفه. تمام، سواء سجل عيني او شهر عقاري. طب هتقول يعني ايه سجل عيني وشهر عقاري؟ ودي حد سالني فيها من زمايلكم وانا خارج المره اللي فاتت. سجل عيني يعني ايه وشهر عقاري يعني ايه؟ بعض المناطق في أي مدينة أو أي محافظة جزء منها خاضع لشهر عقاري وجزء خاضع لسجل العيني، واللي خاضع لسجل العيني بيكون خاضع بقرار من وزير العدل ولازم تذكر رقمه وتاريخه، وده هتلاقي موجود في كتب دعاوي ساحة التعاقد اللي عندكم في النقابة وفي أي مكان تتباع، هتلاقي في آخر الكتاب كده دعاوي الخاضع لسجل العيني مكتوبة محافظات، بتقسمها محافظات وتلاقي في جنبها قرار. او لو انت عايز تروح اي سجل عيني تقول لهم النبي اللي انت في دايره انت في المحافظه اللي انت شغال فيها، قول لهم لو سمحت هتلاقي الكشف بيتعلق، قول لهم انا عايز صوره من الكشف بتاع عرض الاراضي الخاضع للسجل العيني، هيدي الكشف موجود. بناء عليه انت هتقدر تعرف تقدير قيمه الدعوه من خلال قيمه الضريبه المربوطه على العين سواء كانت خاضعة للسجل او عايز او سجل عيني او شهر عقاري، هتقدر تعرف هل دي لازم يكون الصحيفه مشهوره ولا لا، هل دي خاضعة سجل عيني ولا شهر عقاري، وهقدر اعرف الفرق بينهم. طيب في دعوه صحه ونفاذ هنلاقي تلات ارباع القضاه ما تبقى الدعوه مستوفيه شكلا، ودعوه صحه ونفاذ انت اول حاجه ما بتيجي تختصم انت بتختصم كمشتري بتختصم البائع مع مراعاة اختصام جميع الملاك اللي هي بنسميها تسلسل الملكية. وتسلسل الملكية منين؟ بتجيبها من الشهر العقاري او السجل العيني، برضو لو خاضع سجل عيني ماشي، لو خاضع شهر عقاري ماشي، بتجيب تسلسل الملكية وواجب اختصام جميع الملاك السابقين، والا تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوة. يبقى دي من اختصام جميع الخصوم ومراعاة تسلسل الملكية، دي اجراء شكلي لازم مراعاته والا تقضي المحكمه بعدم قبولها. زي اذا كانت الصحيفه دعاوي صحه ونفاذ وهي من دعاوي العينيه العقاريه وهي حق عيني ومن دعاوي صحه التعاقد، يجب ان تكون في مشهوره فيها شهر الصحيفه. تقول لي يعني ايه شهر الصحيفه؟ شهر الصحيفه يعني اصل الصحيفه اللي انا عملتها وانا بقدمها للمحكمه وبعلن بيها، باخدها واديها السجل العيني او شهر عقاري الخاضع له،
وبقوم بشهرها، بدفع رسوم، بسدد، ولا بتبقى بتاع اللايت ما بيجيب التسلسل المكيف في الظهر كده، بيكتب لك تسلسل المكيف في الظهر كذا كذا وكذا، ويختم لك وتلاقي امين السجل يمضي ومدير السجل يمضي وبتاع لغايه ما تخلص الاجره ده، وكده تكون بخدم بخدم وممضي امين السجل ومدير السجل، سواء شهر عقاري او سجل عيني كده، هتبقى دعوتك مستوفيه شكلا. طيب نسبه كبيره من المحاكم بتحل الدعاوى صحه ونفاذ للخبير، وتجنبا للخبير بيجي طبعا الخبير بيفحص وبيجيب من الاول من الملكيه، ممكن تكون انت مش مغتصب حد من الملكيه وانت ما تعرفش اللي هو ده كان من ضمن الملاك، ودي بتحصل كتير، وبتلاقي الخبير بعد كده جاب لك تقرير القضيه باظت عندك كده خلاص هتاخد رفض. في بعض الاساتذه المحامين الافاضل الشيوخ بيعملوا حاجة اسمها الحق محضر صلح. يعني ايه الحق محضر صلح؟ محضر بيتكتب في ورقة كده بين البايع والمشتري، بيبقى التزامات مبادلة، بيقر الطرف الاول ان هو باع كذا كذا كذا، يقر الطرف الثاني باستلام العين ما كذا، يقر الطرف الاول بتحمل المصاريف، بيقر الطرف لازم هما بيكون الحق محضر صلح من حوالي 6 بنود او 5 بنود، ولازم يكون من ضمن شروطه ان تكون الالتزامات متبادلة، يعني كل التزام متبادل، التزامات يعني الكفة مظبوطة، مفيش ده متحمل التزامات عن ده، والطرفين بيمضوا تحتها، وبتيجي انت كوكيل قدام المحكمة عشان تبعد عن خبير ودعوة تروح خبير وتبعد، فبتقدم محضر الصلح ده وتقول للقاضي بالرجاء الحق محضر الصلح في محضر الجلسة وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي. طالما ثبت في محضر الجلسة أصبح له قوة السند التنفيذي زي الصحة زي الشهر وزي التسجيل بالظبط. بناء عليه لو توفرت الشكل وتوفرت الالتزامات المتبادلة بين الطرفين في الحق محضر الصلح، القاضي بيقضي حكمت المحكمة بالحق محضر الصلح المؤرخ كذا المحرر بين طرفي التداعي والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوة على العين محل تداعي وصفا وقيما، وألزمت المصاريف وفقا ما ثبت محضر الصلح. طيب في حاجة انتم مش عارفينها، وطبعا دي ودي على العلم بالأساتذتكم كلها، في منشور نزل من التفتيش القضائي بيحد من الحق محضر الصلح في دعوى صحة ونفاذ. انت في الحق محضر طالما محكمة حكمت لك بالحق محضر الحق محضر صلح في دعوى صحة ونفاذ، انت بتيجي تاخد الحكم ده بتاخده على ورقة خضراء زي الصحة ونفاذ زي بالظبط التسجيل على ورقة خضراء، بتروح اي شهر عقاري، بتروح من المرور لو انت عربية تمام كانها خلاص تقوم مقام التسجيل خلاص كده. طيب الموضوع ده بعد ما انتشر والناس ده ادى للناس تهرب من قيمه الرسوم المقرره في سداد العربيات في الدقل الملكيه او سداد العقارات وفق القانون الشرعي العقاري الجديد وتعديلاته الاخيره في تسجيل العقارات، فنزل منشور بتفتيش قضائي بالحد من دعاوى صحه ونفاذ في اللي بيقوم يتقدم فيه الحق محضر الصلح ومراعاه الموضوع والقانون وتطبيق ذات القانون. يعني مش مجرد ما تديش الحق غير ما تتاكد تاكد كامل، يعني حاول على قد ما تقدره تقلله منها عشان ما يبقاش فيه، عشان الرسوم دي تخش للدوله فالدوله كده مش هتستفيد بحاجه. بالاضافه اللي انت في دعوه صحه ونفاذ مجرد تدفع رسم الدعوه، رسم الدعوه كلام فارغ، غير انت ما تروح تسدد رسم عربيه ب 1000 ونص و2000 و3000 جنيه دلوقتي، ولا انت شهر عقاري هتروح تسجل ب 8 و10 و15 والحاس حسب المساحة المقررة أو بنسبة البيع المبينة بنسبة القيمة 2.5%. طيب في الحالة دي أعمل أنا إيه كمحامي وكوكيل؟ أعمل برورة لصحيفة دعوية تمام في قبل ما أكتب بناء عليه كده، بحيث أحط الصحيفة تكون مشتملة على طلبي كصحة ونفاذ وقطع طلبي مع الحق محضر الصلح محرر بين الطرفين، عشان لازم يكون الطلبات
المقررة في صحيفة افتتاح الدعوة مهمورة بطلبين ذاته، يبقى أصبح القاضي مقيد بطلبات الخصوم كده. أصبح القاضي مقيد بطلبات الخصوم، فلما تقدم محضر الصلح أنت كده قيدته. أما هتقوله صح ونفذه بس يبقى كده هو القاضي. ما القاضي ممكن يقول يوديها للخبير وبعد كده يرد لك على طلب محضر الصلح في الحكم النهائي في الختامي بعد كده، اللي هو بيديك عدم قبول فيه لأي توافر، عدم توافر التزامات متبادلة، عدم تبين الطرف آخر عن الطرف الثاني في البيع وفي الشراء، عدم تحمل اتصرف منهم تصرفات العقارية عن ذلك العقار، تمام؟ أي شيء نص عليه القانون في المحقق حرارة في التزامات المتبادلة في محضر الصلح. ده في دعوة صحة ونفاذ لا بقول لكم كلمة يعني إيه الحق محضر صلح. الحضور، هل الحضور بيكون لإما بشخص المدعي أو بوكيل عن محامي أو بوكيل عن غير محام؟ وعارفين عن إيه توكيل بمحام وتوكيل بغير محام، دي عارفينها ولا لا؟ حد يرد علي؟ ها؟ عارفين ولا مش عارفين؟ انا ما بكلمش على كده، دي حاجه تانية خالص. قوم يا استاذ. تمام. في وكاله، انا مثلا ممكن اوكل والدي. هي قالت ايه؟ كويس ماشي، ممكن اوكل والدي تمام، هي قالتها بس عايزه وكلت والدي، وكلت عمي، وكلت اي صديق، وكلت اي حد تمام تابع ليه وحضر. طبعا القانون المحامي نظم في حضور المحامي في سداد الدمغه المقرره، له زي ما نص القانون المحاماه فيها، زي ما نص فيها اتباع في محضر الجلسه وفق القانون المحاماه. اما غير المحامي خلوك كلمه اساسا المحامي هي المفروض لغه عربيه، مش محامي، محام لغه عربيه تمام، ده اللغه العربيه الصح بتتقال محام تمام من غير ايه تمام. حتى ما تيجي تقول المستشار المحامي العام، لا مش محامي عام، محام عام. طبعا الكلام ده مش هتلاقوه غير في النقط، النقط هم اللي بيدققوا في الحاجات دي قوي. ما يقولش محامي يقولك محام، محامي عام مثلا يقولك محام عام. في النقد بيدققوا في الحاجات دي، بيدققوا في التفصيلات الدقيقه دي قوي. فالحضور بيكون بشخص او بوكيل عنه محام او غير محام او تابعه. طيب طبعا لازم احنا قلنا مراعاه التوكيل، اللي هو التوكيل اللي يجب أن يبيح سواء صلح أو إقرار أو تنازع أو طعن تزوير، لو الدعوة فيها إقرار زي دعوة صحة التوقيع لازم يكون يبيح الإقرار، لو فيها صلح يبقى لازم تكون يبيح الصلح. ولازم في النقطة دي ناخد بالنا منها، عشان التوكيلات اللي كانت بتصدر من الشرع العقاري كانت بتصدر بصيغة فيها الصلح والإقرار. بعد الشغل بعد الممكنة الشهر العقاري أصبح التوكيلات غير مهمورة بالصلح والإقرار إلا إذا طلب الموكل ذلك. ولازم أراعي الكلام ده، عشان أنا لو هحضر وهقر عنه وأجل تمام قدام القاضي هلاقي التوكيل لا يبيح، القاضي يقول لك التوكيل لا يبيح يا أستاذ تفضل يا أستاذ، وهتطلب منه أجل ممكن القاضي في بعض القضايا يقول لك لا. ها؟ مش طلبات ختامية، مش بس انا بتكلم عن التوكيل. لو انت حضور، لو حضور، لو انا بتكلم انا بقول لو في حضور وتطلب منك الاقرار او الصلح تمام تمام. في انا عايز اقول لكم حاجه، في بعض القضاة بالبلدي كده نفسها في الدايره يحب يريح القضيه، عايز تبقى اجل حاضر يا استاذ ياجل القضيه اللايت من القضيه تريح، زي ما بيقولوا بالبلدي كده بنريح القضيه لات ما تاخد كفايتها خالص سواء من الخصوم. في بعض القضاة لا بحب يعني بحب القضيه طول ما استوفت شكلا
وخلاص وفي المستندات مستوفاه، هتقول تاني اجل المستندات اجل، ما بديش اجل، قرار اخر الجلسه يا استاذ، وراح جزل الحكم على اساس طبعا زي ما انتم بتعانوا من كم الشغل وكم القضايا، هو القاضي برضو بيعاني، الرور عنده بقى 200 بقى 500 بقى 600 كلهم بيزيد عليه، فلازم غصب مطالب اللي هو يعمل انجاز في نسبه القضايا دي. فلو اجل كله تمام يبقى كده 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 هيبقى كله هيتحمل عبء عليه، زي ما بيبقى عبء عليك وعبء. والمحاماه والقضاه هما شريكان، وجنح العدل والقضاء هو محراب العداله، انتوا اتنين من ايد واحده بتكملوا بعض، ولازم انت القاضي من غيرك مش قادر يبشر مش قادر يبشر الجلسه، وانت من غير القاضي مش قادر يبشر الجلسه، انتوا بتكملوا بعض بشغلك ومساندتك، وهو باطلاعك على مساندتك وحكمه. فدي هما شريكان في اقامه العدل بين طرفي الخصوم والتداعي. في حاجه لازم اراعيها في صحيفه الدعوه زي منصه الماده 77 و78، لو في عندي انا، لو انا بتكلم في صحيفه الدعوه على خصوم عدد عديد من الخصوم، لازم يتم اختصام تلك الخصوم، ولو لم يتم اختصام تلك الخصوم يبقى انت في الحاله دي بتراعيها في خلال تداول الجلسات، وبتطلب تصحيح شكل الدعوة بإدخال خصوم جدد. تصحيح الدعوة بإدخال إيه؟ لو أنت في حالة إيه؟ ما لم يتم إدخال الخصوم اللي أنت بتتكلم عليه في صحيفة الدعوة. يعني لو أنت بترفع دعوة ضد ب، والب ده في عقار وفي خلاف معاه، وب ده متضامن معاه جيم ودال في ذات العقار، وانت بتخم مختصم به، وانت في صحيفه دعواك بتتكلم على به عمل فيا وجيم ودال متضامنين معاه وحصل حصل وحصل. طب في الحاله دي لازم تختصم به وجيم ودال. طب انت اختصم اختصمت لم تراعي وعدت عليك في الصحيفه، تحضر في الجلسه طبعا، انت في الجلسه بتقدم الاعلان باصل الصحيفه، وبتيجي بتطلب اجل لتصحيح شكل الدعوه بادخال خصوم جدد، ودي لازم تراعيها في اول افتتاح الدعوه. ممكن بعد كده في اعاده الاعلان، ما انت بتطلع اعلان الصحيح وبعد كده بتعمل اعاده اعلان عشان يستوفى الشكل، ممكن بعض القضاه يروح حجز القضيه للحكم، عشان كده لازم تراعيها في بدايه افتتاح الدعوة في بداية الجلسات، عشان ما تبقاش مقيد بعد كده في حضورك الجلسات اللي انت ما تعرفش تأجل. خليك ماسك العصاية في ايديك انت، خلي بالك عصاية الجلسة مش في ايد القاضي، ده في ايد انت، في ايدك انت. انت اللي في ايدك، انت اللي بتقدم الاعلان، وانت اللي بتعلن، وانت اللي بتستوفى، فالعصاية في ايدك انت، انت مجرد انت بتجهز للقاضي كل حاجة عشان تحضر قدامه. استوفيت خلاص القضية تبقى جاهزة، ما استوفيتش هتأجل. ممكن انت تكسب تأجيلة وانت مكتمل، بس انت مش عايز تقدم الاكتمال الشكل عشان تستوفى حاجة معينة في مسانداتك. ما دي بقى الخبرة اللي بتاخدها مع الحياة، عشان كده بيقولك المحاماة أدوات، دي الخبرة اللي بتاخدها، الذكاء اللي انت بتتعامل ازاي في الجلسة، اللي انا اأجل امتى وما أجلش امتى، وما خليش القاضي تمام يقول لي قرار اخر الجلسة ولا القضية محجوزة للحكم، دي لازم اخد بالي منها. طيب هل الحضور ده له شكل معين؟ له شكل معين، سواء حضور اشخاص طبيعيين او شركات او جهات تابعه للدوله. طب الجهات التابعه للدوله مين اللي بيحضر عنها؟ محامي الدوله اللي هو هيئه قضايا الدوله. طب الشركات مين يمثلها؟ يمثلها
رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يكون مقامه أو الشؤون القانونية تابعة له بيكون حاضرين بوكيل عن الممثل القانوني للشركة. عايزين نفرق بين هيئات الدولة ووزارات الدولة. هيئة الأوقاف غير وزارة الأوقاف. هيئة الأوقاف لها ممثل قانوني فبالتالي لها شؤون قانونية لا حضور عنها. طب وزير الأوقاف، وزير الأوقاف لا، دي جهة تابعة للدولة، جهة أصيل تابعة للدولة، وبالتالي بيحضر عنها مين؟ محامي الدولة اللي هو هيئة قضاء الدولة. يبقى لازم نفرق بين الهيئات والجهات التابعة للدولة عشان ده الحضور بيترتب عليه الحضور. هل الحضور ده بيكون بوكالة ولا بمحامي الدولة؟ عشان ده لو يتم مراعاة ذلك يبقى في بطلان في الحضور. ودي بتحصل، ممكن تلاقي محامي الدولة حاضر عن وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف وحاضر عن كل. انت كأستاذ فاضل حاضر، لا انت فاهم بقى بعايزك يا رئيس. انا بقدم عدم قبول ببطلان حضور الاستاذ عن هيئة الدولة لكون لكون اهلا ممثل قانوني ولا اطلب عليه حضور الدولة عنها. تمام، لازم انت بقوتك تقدر تحرج القاضي وتقدر تخلي المفتاح في ايديك انت، وانت انت اللي ماسك الدفة. وطبعا المحامي الدولة دايما المحامي الدولة اللي بيحضر بيبقوا لسه الشباب زيكم ولسه بيحضروا في الدرجات الاول درجة بعيد عن النقض او الاستئناف، زي ما يبقى عندكم في محامي استئناف برضه هيئة الدولة. هيئة الدولة برضه في بيبقى محامي لدرجة وكيل عام او درجة لدرجة اعلى ليحضر امام الاستئناف او النقض درجة اعلى. فدي لازم ان نكون علمي بيها بالحضور ومين اللي يوجب عليه الحضور ومين الوكيل او الذي يستوجب الحضور، سواء جهة تابعة للدولة او هيئة تابعة للدولة. طيب عندنا بعض الاشخاص الاعتباريين، الشخص الاعتباري العام بيمثله مين؟ الممثل القانوني عن تلك الشخصية الاعتبارية، زي يقول لك رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنسيج، ده ممثل قانوني وله بيحضر عنه بوكيل محامي شؤون القانونية التابعة لأن ذلك الممثل القانوني، الدولة ملهاش دعوة بيه. ده لازم نعرفه في الفرق في الحضور بين الأشخاص اللي قدامي، سواء مختصر سواء جهة تابعة للدولة أو هيئات تابعة للدولة أو أشخاص اعتباريين أو من ينوب عنهم في الحضور، عشان عدم توفر تلك الحضور من من يمثلهم يبقى انت ليك حق في اول جلسه تطلب اثبات بعض ده دفع بطلان الحضور. ودي ممكن تبطل لك الدعوه كلها، فاهم؟ وبالتالي يكون انت حق في مكسب تلك الدعوه امام خصمك. طب بالنسبه للقضاه، لو في حاجه تمثيل للقضاه، هل يجوز لهم تمثيلهم امام المحاكم؟ هل القاضي ممكن يمثل امام المحاكم؟ القاضي ممكن يمثل امام المحاكم زي الماده 81 مرافعات قالت. يمثل عن مين؟ قانون حدد عن زوجاته، ابنائه، اصوله، الى حتى الدرجه كام الثالثه، درجه كام الثالثه. يعني انا كقاضي ممكن احضر عن زوجتي، عن ولادي، عن والدي، عن والدتي، احضر عنهم عادي حتى الدرجه الثالثه. ممكن احضر عن نفسي لو في دعوه مقامه ضدي، دعوه مدني او دعوه اسره، ده ممكن كقاضي احضر عن نفسي عادي. بس ليجوز ان حد يوكل قاضي، ما القاضي ده الراجل ده معاه قانون برضه، فاهم؟ ما فيش حد يوكله، يبقى حضوره لا يحضر الا عن نفسه او اصوله والتعبير اللي هو حتى الدرجه كام الثالثه، الماده كام 81. انا عايز اقول لك علمك ده هو اللي بيخليك واقف في الجلسة، واقف قوي، عارف اتعرف كل حاجة، هتخلي اي قاضي واقف قدامك مبهر بيك، مبسوط بيك، ساكت. هتلاقي القاضي قدامك ساكت كده، عدى قدامك كده ساكت،
انت راجل على علم فاهم، واقف ساكت ما تقدرش تتكلم. اللي انت عايزه يا استاذ طلباتك يا استاذ، حاضر اتفضل، كله بالقانون. طيب طب في حاله ده في الحضور، طب في حاله عدم الحضور الماده 82 مرافعات، اذا لم يحضر المدعي عليه وحضر المدعي ولم يستوفى الشكل، ايه اللي بيحصل؟ انا بقول لا، اذا لم يستوفى الشكل يتأجل استوفى الايه؟ الاعلان اللي هو الشكل اللي هو من قلم اصل الصحيفه ثم اعاده اعلان، ولازم يكون الصحفتين معلنين. يعني افرض قدمت صحيفه مكتوبه المحضر لم يستدل، يبقى كده الاعلان لم يحقق ولم ينتج اثاره القانونيه. طيب افرض انت اعلنت مره واثنين والاعلان لم يستدل، هتعمل ايه؟ تمام، يبقى بتطلب المحكمه التحري عن مكان المعلن اليه، تمام، واعلانه في ضوء ايه؟ التحري ده بناء على تصريح من المحكمه، ما ينفعش انت تعمل بنفسك، تاخد تصريح من المحكمه تقدمه الاسم مباحث بيعملوا تحري، وبعد كده بتيجي تتابع بتشوف مكتوب هو اقام في الحته الفلانيه بناء عليه بتعرف تقطع. طب افرض التحري قال لك ده مقيم ذات العنوان، تمام، واعلنته ولم يستدل، هتعمل ايه؟ هتعلن في مواجهه النيابه. يبقى الاعلان عندنا هنا اعلان ماشي بايه؟ درجات زي السلم كده، نطلع واحده واحده. اعلنت خلاص في الموطن انا المعلوم الي، خلاص تم الاعلان اللي استوفيت الشكل، تمام. ما اعلنتش، تمام، ما اعلنتش واستوفيت الاعلان واقامته غير واضحه ولم يستدل عليها، بقى ايه بقى في الحاله دي؟ بطلب تحري وبعدين في ضوء التحري. طب التحري قال لي وبرضه لم يستدل، يبقى بعلنه في مواجهه النيابه. زي ما بعلن حد خارج البلاد، اي حد مقيم خارج البلاد، مثلا نلاقي في دعوه اسره الزوج مثلا مسافر خارج البلاد ومقيم بره، شغال في السعوديه، شغال في الكويت، شغال في اي بلد بره. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ انت طبعا مش هتبقى اعلانه بالطريق الطبيعي، تمام؟ يبقى انت هتعلنه في الحاله دي الاعلان مستوجب القانون. اعلانه ازاي؟ اعلانه في مواجهه النيابه بالطرق الدبلوماسيه، وبتعلنه بعد كده بالطرق الدبلوماسيه عن طريق وزاره الخارجيه. ده لو واحد موطنه قاعد شغال بره، شغال بره. يبقى الاعلان هنا بيحدد ازاي اعلن، امتى واعلن، فين، ومين اللي، ازاي الاعلان يتم، ازاي، وامتى يستوفى، امتى، ولو ما استوفاش اعمل ايه وما اعملش ايه. في ايدك كل ده، انت اللي بتعمله وانت اللي بتتصرف. فدايما بقول لك العصايه في ايدك انت، العصايه في ايدك انت. القاضي مجرد هو قاعد على منصته مستنيك، تمام، عشان تكمل له الدعوه عشان يحكم لك فيها. فأساس العدالة انتوا الأساس، انتوا الأساس. انتوا كنا رحنا مجازا في بعض التمثيلات، مثلنا تمثيلات في مصر في بعض الدورات خارج البلاد تبع الصليب الاحمر او جامعه الدول العربيه او اليونسكو. فكنا طلعنا هناك في نيويورك، المحامي في نيويورك مش زي المحامي في مصر هنا. المحامي هناك متقسم في القانون وفق قانون الانجلو امريكي. طبعا احنا طبعا القانون المصري مستند للقانون الفرنسي في تطبيقاته وفهمه وجميع تشريعاته. اما القانون الانجلو امريكي، تمام، له قواعد وصيغات اخرى مختلفه عن القانون الفرنسي خالص. تدرج وترتيب المحامين مختلف عن تدرج القضاء، ويعتبر تدرج المحامين اقوى من تدرج القضاء، وراتب المحامي اعلى من راتب القضاء في امريكا. والمحامي هناك في محامي بداية التعليم تاخد
محامي شركات تخصصها في كتابه حقوق فقط، ما تقدرش غير المحامي اللي بيترفع قدام المحكمه، ده بيبقى له تعليم تاني خالص، يعني ده بيدرس كام سنه وبيدرس عدد سنين اخرى عشان يبقى حضور قدام امام يترفع قدام المحاكم. هناك الموضوع مختلف خالص، في دراسه وفي كمكتب محامي وفي تعامل مع الخصوم. احنا عندنا هنا كله بيتخرج كليه الحقوق وشغال كل حاجه. مفيش بعثات؟ ها؟ بعثات؟ في بعد اسبوع. زي بالظبط زي الطبيب، زي الطبيب هنا، الطبيب في مصر يقول لك تخصص امراض بطنه. تلاقي هو انت لو رحت بره في انجلترا ولا فرنسا لا مش حاسس انها بتخصص امراض بطنه، في حاجه ايه في البطنه؟ ودي انا تلمستها واحنا كنا برضه في لندن هناك، حاجه في البطنه مش البطنه بس. زي برضه في القانون، ما تقوليش انا قاضي قانون، انا قاضي محاضر قدام المحاكم كلها، قاضي بحضر في كميه جلسات كممثل تمام كقاضي، او انا محامي بحضر في كافه الجلسات، لا الموضوع مختلف خالص، بيبقى تخصص، كل واحد له تخصص وله دراسه. انت بتدرس لعدد سنوات معينه عشان تبقى محامي شركات، بتدرس عدد سنين معينه عشان تبقى مترافع امام القضاء. وده كان اللي كنا نتمنى تطبيقه في مصر على ارض الواقع. عشان كده بقول لك انت علمك بالقانون هو اللي هيخليك ذات قوه راسخه في محراب العداله. طيب احنا جينا نقول بقى في عدم الحضور، ايه في عدم الحضور؟ قلنا لم يحضر المدعي عليه والمستوفى الشكل بتؤجل اعاده الاعلام. طب استوفى الشكل والمدعي عليه ما حضرش، يبقى القضيه جاهزه للحكم كده، الا اذا الحاضر عن المدعي طلب اجل لمستند معين يراعى تقديمه لاستكمال واثبات دعواه، صح؟ طيب العكس لو المدعي ما حضرش ولا وكيل عنه، تمام؟ في الحاله دي بيتم شطب الدعوه. طيب لو الدعوه الشكل لم يستوفى سواء من اعلان باصل الصحيفه او عاده الاعلان ولم يحضر المدعي، نشطب؟ ها؟ لا قليل. انا بقول لم يستوفى الشكل، خلي بالكم. انا اول كلمه قلتها في المحاضره اللي فاتت، واول كلمه قلتها احنا اتكلمنا ان احنا ازاي عن ايه شكل وعن ايه اجراءات دفع الدعوه، ويعني نراعي الشكل والصفه والتقدير ونراعي الشكل كله. يبقى كلمه ما فيش شكل يبقى هي خلاص هتتشطب، تمام؟ يبقى القاضي كده مجبر على شطبها. طب افرض الدعوه بقى جاهزه للحكم، تم فيها الاعلان، انت اعلنت باصل الصحيفه وقدمت اعاده اعلان وجيت في الجلسه عقب ذلك ما حضرتش، في الحاله دي القاضي يشطب ولا يتصرف ازاي؟ تمام. المحكمه دي في ذلك هي لا حر، لا اما تشطب او اذا رات انها صالحه للحكم بتحكم. لا في الوقت الحالي ده كان زمان، في الوقت الحالي جميع القضاة عايز يحقق نسبة إنجاز، زي ما أنت عايز تحقق نسبة إنجاز في قضاياك وتعمل إنجاز وتحقق، هو مطالب القاضي برضه يعمل إنجاز في عدد القضايا. يعني النهارده بدل ما يطلع، احنا طبعا عارفين الأحكام مقسومة أحكام قطعي وأحكام تمهيدي. قطعي يعني إيه؟ يعني طلع بحكم نهائي. تمهيدي يعني إيه؟ يعني حكم مبدئي، زي ندب خبير، اعاده الدعوه المرافعه، ندب اي شيء سواء خبير او طب شرعي او حاسس تزييف وتزوير او ندب اي جهه. ده طالما حكم مبدئي ده ما يعتبرش حكم قطعي. القاضي بيتحاسب نسبه انجازه على الاحكام القطعيه. فهو دلوقتي عنده 150 دعوه
طلع منهم قد ايه قطعي وقد ايه تمهيدي. النهج بتاعت الشطب ده كان زمان كان كله بيستسهل ويشطب، بس رمى الدعوه صالح للحكم. قال ما فيهاش حاجه، قال المسلمات مش كافيه، ما فيهاش حاجه مادي حكم برفض الدعوه، رفض بحالتها. يعني ايه رفض بحالتها؟ يعني الدعوه اساسا تمام لم الدعوه لم يثبت دعوه من البدايه، الدعوه خاليه من اي مستندات، دي رفض بحالتها. غير الرفض موضوعي، رفض موضوعي انت قدمت مستندات بس تمام، قدمت مستندات بس المستندات اللي قدمها مش كافيه تمام، لان المحكمه تلبي طلباتك الختاميه. ده الفرق بين الرفض الموضوعي والرفض بحالتها. والفرق هنعرفه في ايه؟ الرفض الموضوعي انت في الحاله دي هتضطر تستأنف، هتضطر ايه؟ تستأنف. طب رفض بحالتها ممكن ترفعها من اول وجديد عادي، عايز تستأنف برضو مجازا، عايز تستأنف استأنف، وقدام الاستئناف تقدم مستنداتك. عايز ترفعها من اول وجديد هترفعها من اول وجديد. ولو في ذلك الوقت محامي الخصم لو حضر وقال لك عدم جواز الدعوه لسابقه الفصل فيها، الدفع ده في غير محله، عشان الدعوه قود فيها برفض بحالتها وليس رفض موضوعي. عدم جواز لسابقه الدعوه فيها تمام، ده لها شروط معينه، وحده السبب، وحده الموضوع، وحده ايه الخصوم، ويكون القود فيها بحكما نهائي. حكم ايه؟ نهائي. ده عشان ادفع الدفع بعدم جواز سابقة الفصل. يعني ايه عدم جواز سابقة الفصل؟ يعني يا محكمة ما تحكميش في القضية دي عشان في دعوة تانية اتحكم فيها عن ذات الموضوع وذات الخصوم تمام؟ ذات الخصوم وذات الخصوم وذات الموضوع والخصوم والوحدة السبب. اما اذا المحكمة قضت برفض بحالتها هو اساسا ما فيش اساسا دعوه، ما فيش مستندات اتقدمت عشان احكم، رفض بحالتها كده يعني زي هي ترفعها من اول وجديد عادي. وحتى لو تم الدفع بعدم الجواز الدفع ده في غير محله تمام. طب القضيه جاهزه والقاضي لها الاعلان القضيه مستوفيه شكلا من الاعلان او عدد الاعلان، وراح لقاها مدي فيها حكم. في الحالة دي انت بتطعن عليه بالإجراءات المعتادة للطعن سواء استئناف او نقض تمام؟ طيب لو حضر المدعي المحكمة شطبت بقى، محكمتش شطبت، طب بعد الشطب بيحصل ايه؟ المفروض بعد الشطب تجدد من الشطب بعد قد ايه؟ بعد 60 يوم. تستنى كم مدة قد ايه؟ 60 يوم. تستنى 60 يوم، وبعد 60 يوم تمام بيتم الاعلان. خلاص بيتم الاعلان بتجديد من الشطب. يعني ايه اعلان بتجديد من الشطب؟ يعني يا خصم انا بعلنك اهو ورقه انذار كده عاديه بناء عن طلب فلان ضد فلان، انا المحضر فلان محكمه كذا، الموضوع هتكتبه، وحيث كانت المحكمة قضت بجلسة كذا تمام في القضية رقم كذا المقامة من الطالب بدعوة كذا بطلبات كذا تمام، وقضت بجلسة كذا وبشرط بدعوة نتيجة عدم حضور المدعي، ولما كانت قضت المدعي بجلسة كذا وبجلسة كذا ووفق المادة كذا وعدت المدة القانونية المحددة، فأنا قضي بتجديد إعلان الدعوة من الشرط في الجلسة المحددة بناء عليه تمام، انتقلت انا المحضر كذا 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 تمام بيانات محكمه كذا لاعلان المعلن اليه في الجلسه المحدده لاعلان تجديد من الشطب ولاجل العلم والنفاس. ده الاعلان تجديد من الشطب. اعلنت بتقدم في الجدول بعد ما الاعلان بيتعلن بيتحدد في الجلسه، بعد كده بتعلنه بتسلمه المحضرين زي اي اعلان الاجراءات المعتاده وبتعلن. بتلاقي الجلسه المحدده بتحضر في الجلسه المحدده اللي تم تحديدها الاعلان تجديد من الشطب وحضرت، وبتستكمل دعواك كف زي ما استكملها. طب جيت انت بعد كده ما حضرتش تاني ها تمام، بتقضي فيها كأن لم تكن، بتقضي فيها كأن ايه؟ لم تكن. طيب هل الدفع كأن لم تكن من نظام العام والأدب؟ دي انا عايز حد يجاوب عليها فيها.
مقفول دستور، يعني لازم يكون مرة تانية. انا بتكلم عن الدفع باعتبار الدعوة كأنها لم تكن، هل هي من نظام العام والأداب؟ يعني ايه نظام العام والأداب؟ يعني نظام العام والأداب يعني اللي يجب مراعاتها كقاضي بتنفيذها دون طلب من الخصوم، يعني زي الصفة مثلا. تمام، انت حضرت قدامي ولكش صفة، انا روح بدي بدي عدم كل الدعوة اللي رفعها من غرز الصفة او من غرز مصلحة او عدم رفعها على غرز الصفة. تمام، ده بالنظام العام يجب ان المحكمة ان تتصدى منه من تلقاء نفسها. طب هل الدفع باعتبار كأن لم تكن، هل هو من النظام العام؟ هل لا المحكمة ان تتصدى بها من تلقاء نفسها؟ الموضوع دي نقطة يعني نادر او حد يعرفها، ومش هيعرفها غير اللي اشتغل في النقط بالذات. المعتاد في المحاكم اللي احنا حافظينه من القانون والاجراءات المعتاده اللي بنشوفها قدام المحاكم، تشطب ما حضرتش كان لم تكن كده، خلاص كان لم تكن، ما فيش حد مر عليه من بدايتكم حضوركم، ما شفتوش دعوه ما حضرش مرتين والمحكمه حجزتها للحكم. ها، حد شاف زي كده؟ شفتها ما حضرش مرتين والمحكمه حجزتها للحكم وادت حكم، ادت حكم مش كان لم تكن، حكم موضوعي صح؟ هو ده اللي بنتكلم عليه. الدفع باعتبار الدعوة كأن لم تكن ليس من النظام العام، ليست من النظام العام. الدفع باعتبار الدعوة كأن لم تكن ليست من النظام العام، أن بمعنى بأنه لا يجوز للقاضي أن يتصدى له من تلقاء نفسه إلا إذا أنه دفع الخصم بذلك الدفع وأثبته في محضر الجلسة باعتبار الدعوة كأن لم تكن، أصبح القاضي ملزما بتطبيق القانون والقضاء باعتبار الدعوة كأن لم تكن. يعني لازم أنت كوكيل عن الخصم أنت تدفع الدفع ده، ما تستناش القاضي، ما تستناش القاضي هو اللي يتصدره. ودي حصلت ساعات بعض يحضر وهو مستني كده كده اتشطرت قبل كده فاتشطرت، فالمحكمة خلاص المحكمة هتدي كأن لم تكن، ونلاقي بعد كده المحكمة حكمت موضوع وده هتقابله في محاكم الأسرة بالذات. يعني ممكن اللي بيحصل كان ده في محاكم الأسرة بالذات، عشان انتوا عارفين كلها محكمة الأسرة أحكام وقتية تمام، وأحكام تعتبر تكون مقام المسائل المستعجلة نتيجة منها تكون من نفقات وغيرها، لما نص عليه التعديل القانون رقم 10 سنة 2004 المعدل بالقانون 1 سنة 2000. فهتلاقي تحكم في الموضوع ما تحمدش كأن لم تكن، وتيجي بعد كده يقول لك هو القاضي ده ما حكمش كأن لم تكن ليه؟ ازاي ما حكمش؟ ازاي ده ما حضرش مرتين؟ ازاي انت اللي تدفع؟ وهتلاقي الكلام ده مذكور في احكام النقط، ولو طعمت بالاستئناف بعد كده هتلاقي احتد لو دفعت الدفع ده امام محكمه الاستئناف هتلاقي محكمه الاستئناف هترد عليك بالرد ده، ان الدفع باعتبار كأن لم تكن من النظام العام التي يجب ان يدفع بها الخصوم ولا يجوز ان يتصدى لها القاضي من المحكمه من تلقاء نفسها. تمام، وتحط لك راي الفقه على حكم النقض المعتاد اللي بيتحط تمام المنشور في سنه 53 او 52 و18 سنه 67 و68، قلت لك الحكم النقض ده خلاص. يبقى الدفع كأن لم تكن يجب ان يكون ان يدفع من الخصوم وليس من النظام العام، بان ليس يجوز ان القاضي ان يتصدى ليه من تلقاء نفسه. دي نقطه خلي بالكم منها، واظن نادر قوي حد يعرفها. يعني انا لما بيحضر قدامي ببقى نفسي المحامي قدامي يقول لي دي ليه حكم كأن لم تكن. احنا كأوضاع ده بيعتبر بالنسبة لنا نموذج، يعني مش محتاج مجهود، ده نموذج تمام، نموذج جاهز مجرد بسرد فيه التلخيص والنموذج محفوظ المادة 82 وتقدر تحطه كأن لم تكن. اما احكم موضوعي ده في اجتهاد مني لكتابة الحكم موضوعي واسناده اسنادا صحيحا واقعا لوقائع الدعوة وما يتطلبه الخصوم من طلبات.
يبقى انت بتحضر. انا لو عليا نفسي تقول كلمه لم تكن دي عشان ارتاح. دي انت رحت القاضي. اما انت كده كده سيبتها خلاص كده. هو كده هيحجز الحكم كده يحكم الموضوع. والموضوع ده شفناه كتير ولقينا فيه غير الاساتذه الكبار من المحامين فاهمينها كويس جدا وعارفينها. الشباب نادر ما تلاقي حد عارفها دي. فالدفع كان لم تكن ليس من النظام العام ولا يجوز ان تصدر له المحكمه من تلقاء نفسها، ويجب ان يتم يكون من الدفع من ذلك الخصوم. وعشان كده بنقول يعني ايه دفوع، وامتى ادفع وامتى ما ادفعش، وامتى ادفع يعني ايه شكل، وفي دفع موضوعي وفي دفع شكلي، واعرف يعني ايه بالدفوع اختلاف انواعها سواء دفوع شكليه او دفوع موضوعيه، وامتى ادفع في الجلسه النهائيه. الدفع الدفوع اللي بيبداه من الوكيل عن الموكل مش في اي وقت، لا امتى ادفع الدفع الصحيح في الجلسه الصحيحه. امتى ادفع الدفع الصحيح في الجلسه الصحيحه عشان اكسب القضيه دي. ما ينفعش اقول ادفع بدفع اجي اطعن بالاستئناف واقول بطلان الصحيفه اول درجه انا ما حضرتش فيها، تمام انا ما حضرتش في اول درجه وبطلان الصحيفه وطلب تصريح من البريد على اذا كان اعلنت ولا استلمت لا تمام. ما ينفعش ادفع دفع زي ده. اول هيرد عليك المحكمه الماده 20 مرافعات حقك الغايه من حضورك وتم طعنك بالاستئناف بما يفيد علمك بالواقعه وعلمك بالدعوه وبتاعت حقك الغايه، ويكون الدفع بالبطلان ده جه على غير سنة صحيح من الواقعه والقانون. يبقى انا امتى اعرف ادفع الدفع سواء شكلي او موضوعي امتى؟ وفي الجلسه جلسه اني جلسه؟ او زي ما بتقول امتى انهي القضيه دي المنظوره دي في الوقت هنهيها امتى؟ انا عارف القضيه دي في الجلسه دي انا هنهيها، هعرف ازاي هنهيها امتى، وهكون مستوفيه الدفع اللي يكون كان كخصم تمام يحقق المصلحه والغايه المطلوبه منها. طيب لو في الخصوم من دول متعددين، انت مختصب 4 6 10 20 وتم اعلانهم ولم يعلن احدا منهم او تم اعلانهم مع تابعه، هل اعلان يستوفى امتى؟ هل عند الاعلان جميع الخصوم او عند عدم توفر اعلان احدى تابعيه، او اذا لم يتم اعلان احدا منهم امتى يتوفر الاعلان في حاله تعدد الخصوم؟ امتى؟ في حاله ما يستوفى الاعلان جميع الخصوم، تمام زي ما انت بتعلن ضد واحد زي ما بتعلن ضد 100 هي مع مراعاه محل اقامه كل منهما. في بعض الدعاوي نص على الماده 87 و89 في بعض دوت لازم تختصب النيابه العامه والا دعواك هتبقى عدم مقبوله شكلا، دي اجراء شكلي. يعني انت في بعض الدعاوي هتلاقي كده القاضي بيأجل لك تمام للاعلان الاعلان بتدخل النيابه في الدعوه. طب امتى بدخل النيابه في الدعوه؟ الماده 88 حددت بعض الحالات اللي وجب تمثيل النيابه العامه فيها. مثل زي ايه؟ زي دعاوي لو وصي حد وصي عن حد في حجر في سفه في غفا. الدعاوي التي بترفع نصت عليها قرار أسرة من دعاوي الوصايا وعدم توفر الشروط الأهلية، دي لازم تدخل النيابة العامة فيها. أو الدعاوي اللي ترفع من النيابة العامة من تلقاء نفسها، أو لا دعاوي تقام من النيابة العامة زي الجنح طبعا. خلاص ما أنت بتيجي بتطعن لازم بتطعن ضد مين؟ ضد النيابة صح؟ يبقى دي التعاوض اللي وجب تدخلها من نيابه بانتقاء نفسها. طيب هل النيابه لها اختصاصات معينه في التدخل؟ اه لها اختصاصات معينه في التدخل. لازم اراعي اختصاص النيابه في تدخل كل دعوه، وعدم مراعاه درجه التخصص وتدخل النيابه العامه ده بتقضي المحكمه بعدم قبول الدعوه. يبقى دي دعوه مش عدم استوفاء شكلا، وبتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوة.
طب في بعض الدعاوي طبعا غير الدعاوي المستعجله، الدعاوي المستعجله لها نظام تاني حددوا القانون وميعاد طعن عليها مختلف عن المواعيد الطعن العاديه، يبقى نعم بتتدخل في جميع فيما عدا حالات الدعاوي الايه المستعجله عشان دي لها نص لوحده. احنا قلنا الدعاوي الايه لا تعديم الاليه بكافه انواعها، قلنا ده عديم الاليه يعني ايه وصي سفه في تم غير مفتقد الاهليه، دي كل دي يجب اختصام النيابه العامه. ولو انت ما لو انت لم تراعي اختصام النيابه العامه في الجلسات لما تطلب من القاضي اجل لتدخل النيابه العامه، اول هتلاقي القاضي من تلقاء نفسه بيديك اجل لاعلان بتدخل النيابه العامه. فلازم مراعاه في الشكل تدخل النيابه العامه في منص عليه الماده 88 89 في الشروط اللي حددتها في تدخل النيابه العامه. طب في الافلاس والصلح الوقائي برضه لازم تدخل النيابه العامه. طيب دعاوي تنازع الاختصاص برضه النيابه العامه. اتفضل. ما اختصمش النيابه العامه في اول درجه، ينفع تختصمها في ثاني درجه؟ ما انت اساسا لو انت ما اختصمتهاش في اول درجه هتاخد عدم قبول اساسا. ده هتاخد عدم قبول. ما خدتش عدم قبول ازاي؟ لو خدتش عدم قبول يبقى القاضي اللي كتب الحكم ده يبقى عليه مأخذ من في الحكم ده. لو حدث ذلك من محكمة ولم تراعي ذلك تمام بتختصمه بعمجرات المعتادة عادي تمام، وده بيكون مأخذ في الحكم، ده بيكون لصالح الخصم تمام، بيكون صالح الخصم، بيكون سبب من ضمن أسباب الطعن عليه. ها؟ ممكن ترجع أول درجة تاني. أول درجة دي؟ ممكن ترجع في حالة أول درجة تاني؟ لا مش ترجع أول درجة. مش ترجع أول درجة. ترجع أول درجة إزاي؟ إحنا بنتكلم أول درجة واستئناف، إحنا بنتكلمش على نقص دلوقتي. الاستئناف ما بيرجعش. الاستئناف لإما يقيد، ليلغي، ليعدل. النقد اللي بيرجع. ماشي؟ النقد اللي رجع ده لو نقد أول مرة، لو نقد تاني مرة محكمة النقد بتتصدى في الموضوع. ازاي في أحكام كثيرة إعلامية معروفة تم النقد لكذا النقد لكذا مرة فمحكمة الموضوع بتتصدى منها من تلقاء نفسها. تمام اللي هي محكمة النقد. أنا عايز أعلن النيابة العامة، بعلنها ازاي؟ بعمل اعلاني عادي زي اي ما بعلن اي مدعي عليه، بس ببقى اسم المدعي بكتب مثلا رئيس نيابه الحزبيه تمام، مثلا بالسيده زينب او رئيس نيابه الحزبيه بشمال القاهره الكليه تمام، وبدي المحضرين الاعلان ويتم اعلان في مواجهه صفه عضو النيابه العامه، وتلاقي وكيل النيابه في الاخر تلاقي المحضر داخل باعلانات قد كده وكيل النيابه شغال بيمضي عليهم. الحاله دي بقى لو السيد وكيل النيابه وضع على التوقيع اللي هو الفورم، هل هنا تقدر ندفع القانون اللي كانوا احكام النقد كلها نصت ان الفورمه في توقيع المحام تمام على صحيفه الدعوه او الاعلان او ما يثبت في وجب اشتمال الاعلان، عشان القانون المرافعات اساسا ما جه ينص وجب حدد ازاي الاجراءات المعتاده لرفع الدعوه وما يجب ان اشتماله في صحيفه الدعوه والاعلان، ما قالش الوقع. يبقى القانون المرافعات حدد تمام ما يجب اشتماله من صحيفه الدعوه واعلان، فبالتالي وجب ان التوقيع الثابت في صحيفه الدعوه والاعلان ان يكون واضحا. ماشي خلاص. فانا عايز لازم تعرف تمام ما تيجي تعلن النيابه العامه فيها تلاحظ حاجه في اعلان النيابه العامه، وفي نقطه بيقع في نقطه جوهريه، ما تيجي تعلن انت بتعلن بصفته بصفته بشخصه،
ممكن تغيب عنك وتكتب ها رئيس النيابة فلان بس وتسكت كده كده بقى اعلانك بقى باطل. وهتلاقي اساسا الاعلان ده جاي لوكيل النيابة او رئيس النيابة المحرر الملزم بتوقيع تلك الاعلانات تلاقيها مش ماضي عليها مش امضي عليها تمام عشان انت اختصمته كده يعتبر اختصمته بشخصه يبقى اعلانك باطل. يبقى لما يجي يجب اشتمال الاعلان ان يكون بصفته وليس بشخصه. ايه؟ لا اللي بشخصه وصفته دي امتى؟ هقول لحضرتك امتى؟ دي في حاله في الاعلانات العدم تنفيذ حكم، لو انت بترفع ضد محافظ ها؟ عدم تنفيذ حكم. تمام؟ عدم تنفيذ حكم. تمام؟ زي بترفع دعوه جنح مباشره تمام؟ ترفع دعوه جنح مباشره عدم تنفيذ حكم. تمام؟ بترفعها ضد مين؟ ضد مدير الامن والمحافظ تمام؟ وترفعها تمام؟ عشان الدعوه الجنائيه والمدنية تخش عدم قبول لازم اشترط القانون ان تختصمه بشخصه وبصفته وإلا بتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية. نعم بصفته. أما في دعوى الجناح المباشرة في عدم حالات عدم تنفيذ حكم قضائي أو عدم تنفيذ قرار صادر من المحكمة أو صادر قرار ملزم للطرفين ولم ينفذه بترفع دعوة تمام عدم تنفيذ جنح مباشرة تمام. في الحالة دي لازم تختصم الشخص المراد بالتنفيذ يجب يكون بشخصه وبصفته وإلا هتلاقي الأحكام كلها في عدم تنفيذ حكم في الجنح المباشرة عدم قبول الدعوة مع كل محكمة دعوتين الجنائية والمدنية. طب عشان بعد قلت ليه ده الإعلان تم أهو؟ لا عشان هتلاقي القانون نص أن يتم الإعلان بشخصه وبصفته. دي غير دي.